مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي توظيف. توظيف البرنامج اللي يطل عليكم كل سبت معي أنا الدكتورة ليلي البركاتي. للتواصل مع برنامجكم توظيف وما ضعف فيه لليوم للمهندس حسام القرشي STC 84 77 صفرين، موبايلي 64 0 66 0، زين 74 62 62. مستمعينا الكرام، للأسبوع الثالث على التوالي ضيوفنا لهذا اليوم هما شركة النهدي الطبية، ولكن الضيف اليوم مميز حبتين، غير أنه هو من شركة رائدة وجميلة ولها مبادرة رائعة معانا في التوظيف، عنده إضافات شوية جميلة ولمسات جميلة في خدمة المجتمع حنتطرق لها خلال الحلقة. ضيفي لليوم المهندس حسام القرشي، المدير العام في شركة النهدي الطبية ومؤسس شركة سمارات للتقنية، ومعد ومقدم برنامج من إلى. أهلا بك أستاذ حسام، مهندس حسام. أهلا بك وشرفني المتواجد. يا أهلا بك، يعطيك العافية أولا وشكرا على وجودك معنا. حقيقي شركة النهدي أبدعت معنا خلال الأسابيع الماضية وما زال الإبداع معاهم مستمر. هم اليوم متواجدين في أبها لغرض التوظيف، موجودين في مقر جريدة الوطن، موجودين ما شاء الله من الساعة 8 صباحا كانوا، ومستمرين إلى الساعة 5 عصرا. أوجه الشباب الموجودين في منطقة الجنوب وفي منطقة أبها الراغبين في العمل في شركة النهدي التوجه إلى مقر جريدة الوطن في أبها. شباب التوظيف من النهدي موجودين هناك، وكذلك شباب جريدة الوطن، وإن شاء الله يتعاونوا معاهم ويلاقوا المناسب لهم. إن شاء الله بخلال بريك الصلاة حنطلع بعدها ناخذ من الشباب هناك في أبها مداخلة ونشوف كيف الحضور معاهم. مهندس حسام، أنا حابة أبدأ شوية صراحة، أنت سيرتك الذاتية مميزة وتستحق الوقوف أمامها، اسمح لي أوقف شوية عليها. يعني مهندس حسام، بعدين لقينا دخلت لنا من إلى بالHR وبالموارد البشرية وبالسيرة الذاتية، ياريت شوية نعرف كيف وصلنا لهنا ومن فين بدأنا. وفعلا دائما سيرتي الذاتية تثير التساؤلات العديدة. صحيح. بس أنا أرجع أبدأ من البداية. أنا طبعا دخلت هندسة وكان عندي شغف كبير حقيقة في الكمبيوتر بشكل عام، ودخلت الهندسة على أساس أني أتخصص في مجال هندسة الكمبيوتر، لكن ربنا عز وجل ما أراد لعدة أسباب. أنا بطبعي إنسان عملي أكثر مما أنا إنسان نظري بالدراسة، يعني أحب أشتغل أحب أنجز. فوصلت إلى مرحلة وقناعة خلال في كلية الهندسة أنه أنا مجال الهندسة كعمل وكوظيفة وكمسار لحياتي ما حيكون هو المسار الأنسب بالنسبة لي. فمن هذا المنطلق أعتقد أنه 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 الشيء اللي خلاني الحمد لله أني أكتشف نفسي أني اعتمد منهج التجربة. بدأت الحقيقة أعمل أعمال بارت تايم دوام جزئي. بدأت أنا وزملائي سوينا شركة صغيرة، كانت صغيرة جدا الحقيقة في ذاك الوقت، اللي هي سمارت. ما كانت سمارت، كان لها اسم ثاني في البداية. كانت حاجة يعني مجموعة شباب صغار عملهم 18-19 سنة، عملوا مبادرة ومحاولة. عملنا مبادرة، ما كنا بنعتمد على مكافأة الجامعة، يدوب كانت تكفي يدوب مكافأة الجوال. فالحمد لله يعني توفقنا فيها، وكنا نركب شبكات كمبيوتر وكنا نسوي أشياء زي كذا ونورد أجهزة ونبيعها ونسوي صيانة، وما كنا الحقيقة نخجل من العمل. بالعكس، العمل هذا كان مصدر دخل لنا وكان مصدر لخبرة. أعتقد أن الإنسان في ذاك السن لما يعمل بيده ويكسب خبرة ميدانية، هذه تأهله في المستقبل أن يكون قائد فذ عنده قدرة على الوصول للتفاصيل ويفهم جميع التفاصيل لها علاقة بالعمل اللي يديره. وطبعا ايضا خلال الفتره هذه عملت في شركات دعايه واعلان اثناء دراستي. طبعا بلاش نتكلم عن معدل التراكمي واداء الدراسي، هذا الموضوع انا افضل المهم النتيجه. وبعدين الحمد لله اشتغلت مدير تسويق لجمعيه الانترنت السعوديه، كانت اول جمعيه انترنت في المملكه. ومن هنا يعني الشيء اللي بوصله للناس انه التجربه هي اللي تخليك تكتشف انت ايش المسار اللي تبغى تمشي فيه. ووجدت الحمد لله انه مجال التسويق التجربة العملية، لما تشتغل شيء تعرف انه هو هذا اللي انت تبغاه. يعني يمكن الدراسة ما تعطيك الإيحاء الكافي، يعني لما تدرس الدراسة نظري من الكتب ما هي زي العملي دائما مهما كان التخصص. لما تيجي تختلط في السوق العمل حقيقي وتمارسها حقيقي تلاقي مو هو هذا يمكن الشيء اللي ابغاه، او انه فعلا اتخصص تخصص زي ما ذكرت حضرتك، اجرب تخصصات ثانيه الاقي نفسي ابدعت في مكان ثاني اكثر. بلا شك اللي تدرسه احيانا نظريا بيعطيك احيانا تخيلات ويعطيك افكار.
تخلق لك عالم في عقلك، انك يعني على سبيل المثال مجال الاعلام. في ناس كثير ما يدركوا انه مجال الاعلام صعب وفي عمل ميداني وفي سفر وفي معاناه، وفي بعض الاحيان لما تشتغل مثلا مراسل اخباري هذا يعرض حياتك للخطر. فما تقدر تعرف التفاصيل هذه عن مجال العمل اللي انت فيه الا لو مارست المهنه وجربتها. فانا اقول دائما للشباب جربوا 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 عشان تقدروا تكتشفوا ايش المجال اللي تبغوا تستمروا فيه في حياتكم. والحمد لله وجدت التسويق كان هو المجال اللي انا ابغى انتقل فيه، والحمد لله قدمت على اكبر شركه منتجات استهلاكيه في العالم، شركه اسمها بروكتر اند جامبل معروفه، واشتغلت فيها اسيستنت برام مانجر. ومن هنا اقدر اقول انه بدات حياتي المهنيه فعلا بالانطلاق، لاني فعلا كنت بعيدا عن الهندسه، بعيد تماما عن الهندسه، لكن ما انكر انا فضل الهندسه لانه بس الهندسه ما اشتغلت في الهندسه يعني. لا ابدا ما اشتغلت غير التدريب الصيفي، ما اشتغلت في الهندسه نهائيا. بس الهندسه فيها ميزه انها تبني في شيء اسمه الحس الهندسي اللي هي القدره على التحليل، القدره على حل المشاكل، القدره على انك تنظر للامور من عده نواحي وزوايا. فهذا الشيء يساعدك بعدين في عملك. وفي بروكتر اند جامبل شركة عالمية ضخمة ومتطلباتها كثيرة وتوقعاتها عالية جدا، قدرت انك تجابه وتكمل؟ الحمد لله اشتغلت طبعا في بروكتر اند جامبل ما يقارب 6 سنوات، عملت فيها على منتجات الكثير منكم استخدموها زي بانتين وفيري وبونكس وداوني، والحمد لله كانت يعني تجربة رائعة جدا. تعلمت فيها التسويق يمكن من افضل مدرسة تسويق في العالم، اكسبتك خبرة الحمد لله كانت رائعة جدا. وخلال الفترة هذه طبعا الله أنا دائما أقول أنه الإنسان في المرحلة متأخرة من عمره أفضل أنه يستثمر قدر المستطاع بأنه يكون لنفسه بزنس أو عمل خاص، عشان لما يجي خلاص ما تقدر طول عمرك تكون معتمد على الراتب، لأنه الراتب اليوم موجود بكرة ممكن يختفي ما تعرف يعني. فاستثمرت الحمد لله وأسست شركة IT، كنا نلعب في الهندسة بالIT. بدأنا الحمد لله أنا وزميلي المهندس البراء بهجت شركة اسمها Smart Business Solutions، بتقدم حلول IT للشركات الصغيرة متوسطة الحجم، وبتنفذ أيضا مشاريع IT. بدأناها عام 2007 واليوم الحمد لله عندنا 32 موظف، ما شاء بنخدم أكثر من 25 شركة وبنفذنا أكثر من 350 مشروع ما شاء الله خلال 5 سنوات اللي راحت. بعد ذلك الحمد لله اشتغلت في مجال الاستشارات التسويقية وخدمة المجتمع، وسويت برامج لخدمة المجتمع للعديد من الشركات مثل برنامج اكتشاف الذات اللي قامت به الروابي في منطقة الشرقية، برنامج ريالي اللي قدمته شركة صدق القابضة، وأيضا عملت مع شركة اتصالات السعودية. وخلال هذه الفترة أيضا كانت الحقيقة فترة ممتازة، لأن الاستشارات تعلمك ناحية جديدة في القيادة اللي هي التأثير وليس السيطرة والفرض. ومن هناك انتقلت إلى شركة صدق القابضة، كنت فيها نائب رئيس لتسويق والاتصال المؤسسي، عملت فيها أيضا ما يقارب السنتين. وبعدين انتقلت لواحدة من شركات سيدكو اللي هي شركة النهدي الطبية، وأعمل فيها مدير عام للتسويق والعلاقات الخارجية، والحمد لله أسست فيها قسم التسويق. والآن نستعد أنه نعيد إطلاق شركة النهدي بشكل جديد ومفهوم جديد، وفعلا أنه تبدأ الشركة تأخذ مكانها كشركة مؤسسة وطنية رائدة. يمكن إحنا استضفنا الأستاذ طلال عركوك من قسم الموارد البشرية من شركة النهدي، وذكر لنا خلال المقابلة أنه غيرت مفهوم الصيدلية ودخلت إلى مفهوم أكثر في التسوق، بحيث أنه يدخل الإنسان مو يأخذ دواء ويطلع، بدينا نشوف عربية سوبر ماركت جوة الصيدلية وتقضي شوية. فيمكن هذا شيء يذكر لكم، وتوجه جديد غيرت مفهوم الصيدلية. ولسه في غير كده كمان شيء ثاني؟ طبعا بلا شك النهدي لما تأسست اعتمدت على المساحات الكثيرة وعلى زيادة الأصناف. ففي الثمانينات ما كنت تتوقع أكثر من أنك تشتري دواء وفي بعض المنتجات زي الصابون وبعض الكريمات وكذا، لكن الآن لا، الآن الصيدلية دورها اختلف. في مفهوم اسمه صيدلية المجتمع طلع في الولايات المتحدة وأوروبا من الثمانينات. صيدلية المجتمع بيكون لها دور تكميلي من ضمن منظومة صحية متكاملة، بحيث أن الصيدلي يكون له دور بأنه يساهم في تقليل الزيارات للمستشفيات، يساهم في تقديم بعض الاستشارات. ووصل الحقيقة الموضوع في بعض الدول أنه صار الصيدلي متخصص في مجال زي الـ HIV، مجال زي السكر، زي الضغط. فبالتالي صارت حتى الحكومة تدفع لبعض الصيدليات في هذه الدول مبالغ تعويض على الزيارات، لأنهم خفضوا تكاليف العلاج على المستشفيات العامة والمستشفيات الخاصة. جميل. فدور الصيدلي الحقيقة ما أعتقد أنه إلى الآن في المملكة قدرنا وصل للي هو لازم يوصل، ما وصل للمرحلة اللي ممكن يوصلها. ونرى إحنا أنه طبعا وزارة الصحة الله يجزاهم خير يعني بيستثمروا مليارات سنوية طبعا، وأغلب المصروفات الوزارة بتروح على علاج الأمراض المزمنة زي الأزمة، زي الضغط، زي السكر. فإحنا وجدنا الآن فرصة الحقيقة أنه إحنا نقدر نساهم وتتكاتف الأيدي، أنه نقدر إن شاء الله أنه نقدر نساهم في التوعية من مخاطر مرض السكر، وسوينا تحالفات مع مراكز عالمية. فالآن نقدر نقول لك إجابة على سؤالك أنه الصيدلية دورها حيتحور ويبدأ يصير
دور أفضل من مجرد وجهة للتسوق، أيضا وجهة لأنك تكسب المعلومات وتتعلم. وإن شاء الله خلال السنة القادمة حتشوف تغييرات كبيرة في شركة النهدي، وحتكون وجهة يعني وجهة يعني إن شاء الله لتستفيد منها بس أكثر من منتجات، وبالعكس تأخذ منها خدمات وتأخذ منها إن شاء الله معلومات مفيدة جدا. يعطيكم العافية وموفقين إن شاء الله، كل التوفيق، تستاهلوا كل خير وكل توفيق، فعلا أنتم شركة رائدة ونقف أمامها احترام. مستمعينا الكرام، ما زلت متواصلة مع ضيفي لليوم المهندس حسام، وللتواصل معه STC 84770، موبايلي 64066، زين 74662. مهندس حسام، صراحة شيء ثاني أبغى أقف عليه شوية، يعني أنت من الهندسة للتسويق للإدارة لليوتيوب، يوتيوب من إلى احنا استضفنا في حلقة من الحلقات الأستاذ عمر حسين، وذكر اليوتيوب الخاص بحضرتك هذا، وتكلم لنا عنه شوية، وقال انه يوتيرن ان شاء الله حتسويه معاكم، وكنتوا في صدد الانتظار اعتقد لراعي يرعى هذا البرنامج. يا ريت نوقف شوية، ايش اللي وداك عند اليوتيوب وايش فكرته وكيف تم هذا الموضوع؟ طيب اليوتيوب طبعا الان انت لو تقري كل التحاليل الاعلامية، في نزوح كبير حصل من الإعلام التقليدي نعم. إلى الإعلام الاجتماعي أكيد. فالكثير الآن الشريحة المستهدفة، شريحة الشباب خاصة ما بين 15 إلى 35 أو حتى 40 سنة، بيقضوا الآن ما يقارب بيستهلكوا ما يقارب 3 إلى 4 ساعات من مشاهدة الفيديو على اليوتيوب أسبوعيا. صحيح، لأنه مرونة الوقت فيه مغرية بالضبط جدا، ما أنت ملتزم بجداول ومواعيد وكذا. فهذه أول حاجة سبب طبعا اتجاهي لليوتيوب. من إيش الدافع اللي خلاني أصلا يعني أبادر برنامج من إلى الاسم من اللي هو من مرحلة معينة في حياتك إلى المرحلة اللي تطمح للوصول لها، فهذا فهم فكرة المشروع. المشروع طبعا أنا كشاب يعني بأشعر بمعاناة الشباب، وأعرف إنه للأسف يعني كثير منهم ما حصلوا على التدريب المهني أو حتى اللي يحتاجوه عشان يبدأوا حياتهم العملية بنجاح. فلو تلاحظ البرنامج حيتطرق لأشياء يعني ما تحتاج إنه يكون عندك تخصص فيها. صحيح. أشياء ممكن يسويها أي طالب حتى في الثانوي، يعني لما تكلم عن السيرة الذاتية. وكمان إنه من أي تخصص أنت راح تحتاجها، يعني لو أنا متخرج من أي تخصص وإيش ما كانت دراستي أنا لازم أكتب سيرة ذاتية بالضبط. أنا حاحضر مقابلة شخصية، يعني يحتاجها بالضبط. الجميع بالضبط. وطبعا الشباب هذول أنت عارفة يعني اللي عندهم الانتباه ما والتركيز ما هو طويل، فأقول أنه بنوصل لهم بفكرة برنامج تعليمي بس بنفس الوقت ترفيهي. فلو تلاحظ حلقات البرنامج بن إلى في اليوتيوب بيكون فيها المشكلة وفيها تصوير يمكن مبالغ كوميدي للمشكلة. أيوة. طرحتوها بطريقة لطيفة. نعم. فالهدف منها أنه يتابع الحلقة ويتابع الأحداث اللي تصير في الحلقة على أساس يتشجع أن يشوفها للنهاية. بس هو أثناء مشاهدة قاعد يكتسب معلومات وقاعد يكتسب أشياء في عقله الباطن، لما يروح يبدأ يكتب السيرة الذاتية يتذكر مثلاً طول السيرة الذاتية غلط. انك تحط معلومات، يعني انا اتكلم من خبره يعني أيوة أكيد. جتني العديد من السير الذاتيه بتقدم عندنا على وظائف وعمل، ان الحقيقه مكتوبه فيها اشياء لا تذكر، صح، سواء طولها سواء محتواها سواء تصميمها. فاحنا نوصل المعلومه باسلوب جدا بسيط. فالبرنامج حيتدرج على نقاط مهمه في حياه الطالب او اللي دوبه مستجد في العمل، حتساعده انه ينجح يبدا بدايه قويه. جايد بالضبط. يعني لو تلاحظ الحلقه الثانيه هي المرحله المقبله اللي هي المقابله الشخصيه، إجراءات المقابلة الشخصية، كيف تستعد لها، إيش تتوقع أسئلة ممكن تواجهك، بعدين تنتقل إلى حاجة اللي هي اكتشاف الذات، تقييم الذات. إيش الأشياء لازم تسأل نفسك قبل ما تقدم على الوظيفة؟ هل أنت اخترت المجال المناسب؟ هل أنت نميت قدراتك في الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية؟ الأشياء اللي الشباب للأسف بيستهتروا فيها وما ينصدموا فيها إلا لما يجي يقدموا على العمل، يقول لك أنا ما كنت أعرف أن لازم يكون عندك، أنا ما كنت أعرف إنه الكمبيوتر حاجة ضروري. أساسية، بس القطاع الخاص الآن لا يمكن يقبل يتنازل عن اللغة والحاسب، لا يمكن نعم. يمكن هذه أشياء بيسكس، يعني ما يمكن أي أحد يقلع من المحطة الأولى إلا لو كانت عنده هذه الأشياء. بعدين تلاحظ في المرحلة المقبلة نبدأ نتكلم عن العمل نفسه. أول 90 يوم أنا فيه الحقيقة معلومة خطيرة جت من مجموعة إثراء، سووا مسح ميداني 10,000 مستجد في العمل، لقي أنه 68% من الشباب اللي بيشتغلوا بيفقدوا وظائفهم خلال أول 90 يوم من العمل. 68% هذا رقم خطير خطير جدا. يفقدوا أو يتركوا؟ لا والله أغلبهم بيفقدوا. أغلبهم بيفقدوا، ولما تركز في الأسباب ما يعرفوا أنه في شيء اسمه الثقافة المؤسسية، أنه في شيء اسمه الدوام الساعة 9،
انه لازم تسال اكثر ما تفلسف، لازم تلبس لبس محترم، لازم تسال، لازم تحتك في الناس وتتعرف، لازم يكون عندك خطه، لازم يكون عندك استعدادات، اشياء جدا اساسيه لو طبقوها اتوقع انها حتاثر كثير في حياتهم. مستمعينا الكرام، الحديث مع المهندس حسام لسه مستمر معانا، وإن شاء الله حنتكلم بتيتيلز أكثر على اليوتيوب وعلى حملة التوظيف في أبها وعلى الإيفنت المقام اليوم إن شاء الله في فندق ليلتي، والمزيد مع حلقة الأستاذ المهندس حسام وتوظيف. للتواصل معنا STC 84-77-0، موبايلي 64-066-0، زين 74-62-62. ابقوا معنا مستمعينا الكرام، عدنا مع برنامجكم الأسبوعي توظيف ومع ضيفي لليوم المهندس حسام القرشي. مستمعينا الكرام، لكل الرسائل التي وردتنا ويتساءلوا عن التوظيف اليوم في أبها، اللي ما راح يمدي لسه يروح، لسه مستمرين ومتواجدين الشباب هناك إلى ما بعد الساعة 5 عصرا في مقر جريدة الوطن، والشباب من شركة النهدي من جدة متواجدين معاهم هناك، والمقابلات فورية والموجودين، ولسه في وقت إن شاء الله ويمديكم إلين الساعة 5. اللي ما لحق يروح في الصباح ما زال معك وقت، وتفضل وتوجه إلى مقر جريدة الوطن. مهندس حسام، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن اليوتيوب من إلى، زي ما ذكرت لك كان الأستاذ عمر حسين ذكر في مقابلة سابقة أنه كنت تنتظر رعاية، على وإحنا نعرف قصة الرعاية هذه شوية قصة طويلة عريضة، نحن في توظيف بنعاني منها. يعني أحيانا الواحد يعمل شيء خدمة مجتمع ويحتاج إلى رعاية عشان يعطي أكثر، يعني أنت تقدر تسوي الشيء بإنتاج شخصي، لكن طبعا لما تلاقي رعاية من جهة معينة حتقدر تعطي شيء أكثر. إيش مين الراعي لبرنامجك؟ أنا أحب طبعا أتوجه بالشكر الجزيل لباب رزق جميل، لأنه الراعي اللي كنا نبحث عنه، إحنا ما كنا نبحث عن راعي طبعا يكون منتج تجاري أو شيء زي كذا، حبينا نبحث عن راعي عنده نفس الأهداف اللي إحنا بنحاول نحققها، فالحمد لله إنه كان في تناغم بين أهداف البرنامج وبين توجه باب رزق جميل، فلله الحمد إنه رسالة البرنامج متوافقة جدا مع رسالة باب رزق جميل، فالحمد لله. أنا أحب أشيد طبعا فيهم وأشكرهم على دعمهم للبرنامج اللي حيضمن إن شاء الله الاستمرارية والمخرجات أفضل بإذن الله. فعلا أنا أضم صوت لصوتك وأحييهم، فعلا أنا اليوم كان لي تواصل معهم في الصباح، لهم لقاءات في أبها بكرة، من بكرة بعدين لقاءات توظيف في أبها، والأسبوع القادم أعتقد في مكة، يعني لهم في مجال التوظيف وفي مساعدة العاطلين والبطالة أيادي فعلا بيضاء ويشكروا عليها ونحييهم ولهم ألف شكر، وأضافوا لها الآن أنه أمتعونا بمن إلى، يعطيك العافية. مهندس حسام، أنت وأنت بتذكر الأشياء اللي بتتحدث عنها في برنامجك، من كتابة السيرة الذاتية وكيفية الحضور للمقابلة الشخصية، خليني أقول لك أنا كمديرة موارد بشرية، الأشياء اللي ذكرتها هذه كلها أعاني منها مع الشباب، سواء في أخطاء السيرة الذاتية وطريقة كتابتها، سواء بالشكل الحضور إلى المقابلة الشخصية، باللبس والهندام، بالتوقيت وحفظ التوقيت، بكثير أشياء، احترام زي ما ذكرت حضرتك أنه اسمع أكثر مما لا تقاطعني، سوري على الكلمة، لا تتفلسف، لا تعطيني انطباع بزيادة أوفر، ولا تخش في بعضك بزيادة أوفر كأنك أنت ما حتعرف تشتغل ولا تقول كلمتين على بعضها. لكن برغم أنه إحنا هنا في برنامج توظيف على مدى الحلقات الماضية كلها ذكرناها وذكرنا العيوب وذكرنا الأخطاء وذكرنا الحلول، وحضرتك في برنامج اليوتيوب من إلى ذكرتها، وما زالت الأخطاء تتكرر. يعني خليني أقول لك مثل بسيط، وقفت في حلقة من الحلقات أنا وضيفي وتحدثنا، أعتقد كان الضيف في الأستاذ سامي السعدون من شركة زهير فايز، على الإيميل، لما يجيني إيميل بسيرة ذاتية والإيميل عنوانه بلاش نقول يعني شيء ما هو بروفيشنال ابدا ولا مختص، ايش تبغاني الانطباع اللي انا اخذه؟ يعني بصراحه احيانا من غير نفس بفتح السيره الذاتيه، لانه يا جماعه بنغني الموال هذا لنا قد ايش، وما زالت تتكرر. خلينا نقول احنا راديو وحضرتك يوتيوب وفي برامج طلعت في التلفزيون، يعني من كل وسائل الاعلام عدناها وزدناها، والنتيجه ما زال تكرر الخطا، فين المشكله؟ أول حاجة إنه الحمد لله إنه في مبادرات بدأت تظهر الآن، يعني مهما كان من إلى مبادرة ما دوبها وليدة يعني جديدة، وتحتاج وقت لما تحقق الانتشار المطلوب.
نفس الشيء برنامجكم ما شاء الله تبارك الله، يعني هذه في عدة مبادرات جميلة الآن بيساهم في نشر التوعية ثقافة العمل. أعتقد لازم نركز على التعليم، لازم نبدأ من الثانوية العامة، نبدأ نجهز الطلاب، لأنه في دراسة يعني للأسف قريتها من اليونيسف تقول أنه أسوأ مرحلة عمرية، وهذا شيء مشترك بين الشباب على مستوى العالم، هي ما بين 18 و 24 سنة، لأن الشباب يفتقروا فيها للتوجيه والتطوير وما يعرفوا ما يشبوا في حياتهم. فالمشكلة ما هي بس على سيرة ذاتية، أنا أعتقد أن الموضوع أنه لازم نروح للطلاب في الثانوية العامة ويكون جزء من المنهج الدراسي أنه كيف تستعد للعمل بعد الثانوية، كيف تقدر تختار تخصصك، كيف تقدر تعرض نفسك. في شيء اسمه personal branding أو التسويق الذات. صحيح، تسويق الذات يبدأ من السيرة الذاتية، عرفت كيف؟ فهي مفهوم لازم يتبنوه الشباب من عمر صغير. أنا للأسف أغلب الشباب تسودهم بالبساطة، وكثير منهم طبعا يأخذ الحياة بشكل بسيط وسهل وما يستوعب المخاطر والصعوبات اللي ممكن تواجهه في المستقبل بعد ما يتخرج، إلا لما يتخرج ويواجه المشكلة. فلازم يكون في استعداد من البداية، من الثانوية العامة يكون في برنامج تعليمي يعلمهم إيش المخاطر المستقبلية للوظيفة، إيش أهمية الاستثمار الآن في الوظائف الصيفية، كيف تقدر تسوق نفسك، كيف تقدر تكتب عن نفسك، كيف تقدر تتكلم عن نفسك بشكل مناسب، لأنه هي تيجي على مراحل. احنا ما حنقدر بصراحة في من إلى وفي أي برنامج نغير نغطيها ونغير خلاص، يعني طباع 24 أو 25 سنة صح، صعب انك تغيرها بين يوم وليلة. صح، ولو انه في أمل انا مؤمن اكيد ما رح نيأس وراح نحاول، بس احنا نبغى الحل اللي الأسلم أو اللي يوصل أكثر. يمكن ينطبق كلامك، ما أعرف إذا سمعت عن مبادرة إنجاز السعودية. نعم. نعم. مبادرة إنجاز السعودية متبنية فكرة شبيهة بهذا الموضوع، لكن طبعا هم برعاية من شركات خاصة منها البنك الأهلي وكذا شركة، أنه يتوجهوا للمدارس ويقدموا هذه الأشياء بعضها كيف تظهر في أنا صاحب مشروعي وكذا. فكرة كنا استضفنا المدير التنفيذي الأستاذ نائل فايز في حلقة ماضية وتحدث عن هذه المبادرة، وأيضا تطوعت معهم أنا وقدمنا في مدارس من بعض المدارس، لكن تبقى زي ما ذكرت حضرتك محدودة، ما وصلت للكل، يعني ما وصلت لكل المدارس. طبعا هذه مجهودات تبقى شخصية، يمكن نتمنى زي ما ذكرت إنها تكون موجودة في الجدول الدراسي حصة أساسية من مرحلة متقدمة، إنه كيف تكون بمراحل، على كل مرحلة يمكن بمقدار بسيط أو بجرعة صغيرة، لكن زي ما ذكرت حضرتك تنغرس فيهم من الصغر. على الأقل مهندس حسام يمكن تتفق معايا، نشوف شباب جايك متخرج من الجامعة وهذه ما يعرف يتكلم عن نفسه بكلمتين، البرزنتيشن سكيلز أو قدرات الإلقاء أو قدرات التعبير عن الذات ما هي موجودة، لأنه تعودوا أسلوب التلقين في المدارس. أنا دائما ألام ويقولوا لي أنت محملة التربية والتعليم الشماعة، بس هم مو شماعة، هم ركيزة أساسية، وأنا فعلا أحمل عليهم لأنهم هم ركيزة أساسية شاء أو يعني هم بياخذوا الطفل هو أسفنجة يمتص كل شيء، ودورهم إنهم يعطوا ويغذوه بالأشياء الجيدة، ومهما وجدنا بالمخرجات النهائية نواقص عليهم أن يرجعوا ويعدلوها، يعني هذه أمانة في أعناقهم شاء وما بو. يمكن لاحظنا كمان ضعف اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي في المخرجات، تحتاج كمان إذا تتفق معايا من الصغر إنها تنزرع. بلا شك. أنا دكتورة ليلي أنت أثرتي الآن يعني نقطة مهمة جدا، القضاء على البطالة ما هو جهد ممكن تتبناه جانب واحد من إطلاقا، وما هي مسؤولية الدولة الواحدة أيضا. أنا أعتقد أنه لازم تتكاتف جهات مختلفة، منها القطاع الخاص إلى وزارة العمل إلى صندوق تنمية الموارد البشرية إلى التعليم. لكن أنا أرى أنه التعليم لا يقع على عاتقه فقط توصيل منهج الدراسي اللي حاليا بيدرسه الطلاب، أنا أرى أيضا التأهيل من مسؤوليات التعليم في البلد. لازم الطالب من بدري من سن مبكر يجهز أنه يحس بالمسؤولية، يعرف أنه فترة الصيف هذه ما هي فترة يحول فيها الليل نهار والنهار ليل، ما هي فترة تضيع الوقت، هذا وقت للاستثمار. أنا عندي مبدأ دائما أقوله للشباب لما أقدم أي محاضرة أو تدريب، أقول أنت لما تشتكي لما تتخرج من الجامعة أنه الشركات تبغى خبرة، أنت عندك 4 فرص تدريبية مدة كل واحدة حوالي 3 شهور، أنت ممكن تتخرج من الجامعة معك خبرة سنة إذا قدرت تستثمر في الوقت هذا. بس لازم الإحساس هذا ينزرع من البداية، تجيب الطالب تفهمه إيش يعني استخدام كمبيوتر. الكمبيوتر ما هو يوتيوب وشاتينج، الكمبيوتر في وورد في أكسل في باوربوينت، كيف تقدر تكتب، ومع هذا القدرات التقنية كيف تقدر تستخدم القدرات التقنية عشان تطلع منها مخرجات سليمة، لأن معرفة التقنية ما هي كافية. أيضا القدرة الفكرية، كيف تقدر تكتب
ملخص موضوع في صفحة بلغة سليمة وقوية توصل الفكر بشكل ملخص وسلس وقوي، لازم نتعلمه كيف يقدر يوقف أمام الجمهور يتغلب على الرهاب الجمهور. ففي عندنا كثير من الـ من الـ من المهارات اللي لازم يكتسبها الطالب من سن مبكر. يعني أنا أتكلم عن تجربة خاصة في الولايات المتحدة، وأنا طالب عمري 6 7 سنوات قدمت محاضرة عن المملكة أمام 45 طالب وأنا عمري 7 سنوات. يعني شوف التجربة في هذاك العمر كم أثرت فيك. بس خليني عشان أرجع شوية كمان، أنا كأم لخمسة أطفال ما أقدر أمسك المدرسة ووزارة التربية والتعليم وأجلدهم وأقول لهم ما علمت ولدي إيش يلبس وهو رايح للمقابلة. طبعا في كمان دور للبيت كمان، خلينا نكون صادقين ونواجه نفسنا بمصداقية، احنا مقصرين فيه. يعني لما الام قضت ساعات في السوق وهي تشتري لولدها الملابس، ما قضت دقائق معه عشان تفهمه انه هذه ملابس البحر تلبس في البحر، وانت ما تقدر تروح للمقابلة الشخصية لابس شورت او سوري على الكلمة مداس او شعرك منكوش. هذه يمكن نلوم فيها الاهل، احنا نسيء من حيث اردنا الاصلاح احيانا كاهالي، ندلل حتى الافساد، نحمي الى حد ما طلعهم غير قادرين على الاعتماد على نفسهم. غلط، كخة لا تمسك، نحذر 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 إلى أن نخلق إنسان في النهاية عاجز عن أنه يأخذ زمام الأمور أو يتعامل مع أي شيء بنفسه. هنا يمكن خلينا نقول أنه شوية نحط على الأهل لود ونقول يعني لازم قد ما بنصرف عليهم ماديا نصرف معنويا، نعطي وقت للنصح وقت الإرشاد. يمكن كان على ما أذكر الأستاذ طلال عركوك في المقابلة قال غياب الموديل أمام الشاب أو الفتاة، إذا ما وجدته في المجتمع ممكن ألاقيه في أمي أو أبويا، إنه لما أشوف أبي أمامي كإنسان مكافح عمل يكون هذا ملهم لي. أو تتفق؟ لا طبعا أتفق، بس لا ننسى حاجة مهمة إنه أغلب الشباب اللي الآن بيبحثوا عن عمل هم يعني تربية جيل كان أغلبه في القطاع العام. نعم. القطاع الخاص فحصلت تغيرات كثيرة في خلال مرحلة التسعينات وكانت سريعة جدا، يعني أسرع من أن يقدر المجتمع يمكن يواكبها. صحيح. فأعتقد نفس منهجية التفكير، نفس أسلوب المعيشة اللي عشناه مع أبائنا توقعنا أنه إحنا حنواجه نفسه، سهولة المعيشة، الأسعار، الأشياء هذه كلها. لكن لا، الآن إحنا في وضع مختلف ولازم نتأقلم، لازم نتأقلم على الوضع الجديد. وأعتقد أنه فعلا مسؤولية الأمهات والأبان هم يأقلموا أبنائهم على الوضع الجديد ويدربوهم من المنزل. وأعتقد أنه يمكن في مبادرة جديدة أيضا لتثقيف الأسر، هذه والله رائعة، هذا أعتقد أنها مهمة جدا أيضا، حنتطرق لها ونتطرق للمزيد. ووزارة العمل وقراراتها اللي أصبحت الآن ملزمة بالسعودة، ووزير العمل ومبادرته اليوم، والمزيد مع المهندس حسام. وبعد فاصل الصلاة ابقوا معنا. مستمعينا الكرام، عدنا معكم ومع برنامجكم توظيف، وضيفي لليوم المهندس حسام قرشي ومدير مبادرة النهدي لتوظيف الشباب السعودي. للتواصل مع ضيفي لليوم STC 84 77 0، موبايلي 64 066 0، زين 74 62 62. مهندس حسام أهلا بك معنا مرة أخرى. أهلا بك. معانا زي ما انت عارف شبابكم وشباب الـ HR حقونكم اليوم في أبها للتوظيف بالتعاون مع جريدة الوطن السعودية. استأذنك نشوف أخبارهم. أكيد. ألو. ألو. أيوة هلا بيك. أهلا كيف الحال يا دكتورة ليلي؟ الله يخليك يا ربي، كيف حالك أستاذ غازي؟ الله يعطيك العافية ويخليك. الله يسلمك أستاذ غازي، إيش الأخبار عندكم؟ والله يا دكتور ليلي اسمحي لي أعطيك موجز بس بسيط. تفضل. يا ريت. الاستضافة حق شركة النهدي. نعم. احنا طبعا من الصباح من الساعة 9 الصبح اليوم يعني مستضيف شركة النهدي معانا في قلب صحيفة الوطن. نعم. لاستضافة المتقدمين من الساعة 9، وعندنا كمان 3 لجان اللي هي تقدم المقابلة الشخصية وكذا. نعم. طبعا عندنا شو اسمه المتقدمين عندنا تجاوز تقريبا عدد 60 شخص لحد الآن ما شاء الله. تمام. وطبعا عندنا في الباو هنا نستضيفهم استضافة كاملة، في كمان الجو الغائم هذا يعني احنا مشاركين شركة النهدي في الاستضافة الحلوة هذه،
واحنا يشرفنا الشيء هذا والله. الله يعطيكم العافية وشكر الله جهودكم، وإن شاء الله إنه ما يضيع أجركم فيها بإذن الله أنتوا والنهدي. يعطيكم ألف عافية. بالعكس إحنا شرفنا وإحنا معاهم من هنا من الساعة 9 إلى العصر بإذن الله. بإذن الله يعطيكم العافية. مين عندك أحد من شباب النهدي؟ عندي لو سمحت بس خليني أستضيف معنا الأستاذ أبي عبد الرحمن رضوان اللي هو كبير أخصائي استقطاب المواهب. يلت بس يا دكتورة اللي يعني يعطينا بس فكرة بس. يلا يلا حيا تفضلي معك. السلام عليكم. الحمد لله. هلا أبي كيف حالك كيف صحتك؟ شباب جدة إيش مسوين في برد أبها؟ والله الحمد لله ممتاز الجو يعني جو باريس زي ما يقولوا. لا يعني نحسبها عليكم رحلة دولية. الله يعطيك يعطيكم العافية. كيف الحضور أبي؟ بشرني إن شاء الله الوطن مجملين معاكم وعاملين الواجب. لا لا ما قصروا ممتاز العدد اللي حضر إلى الآن الحمد لله لا يقل عن 60 شخص. الحمد لله. استقبال ممتاز يعني نعتبره في أول يوم. الحمد لله. واجلنا في مدينة الصبا. الحمد لله إن شاء الله ربي يوفقكم ويتحققوا العدد اللي أنتوا متمنين تحققوه من التوظيف في أبها. إن شاء الله. إن شاء الله. عندك إضافة أستاذ أبي؟ والله احنا الهدف تمام من وجودنا في مدينة أبها. نعم. هو تواجدنا في مقر فندق قصر أبها إن شاء الله من يوم الأحد والاثنين للقاءات بإذن الله. أيوة في لقاءات سيكون برعاية وزير العمل بإذن الله وتذكرة الأيام إن شاء الله. نعم. لو أي أحد من المرشحين حاب يتقدم وينضم لشركة النهضة الطبية مرحب بي. يعطيكم العافية. أبي إن شاء الله ترجعوا جدة ونسمع منكم أخبار التوظيف والعدد النهائي اللي تم اختياره من أبها بإذن الله. إن شاء الله. يعطيكم العافية موفقين. شكرا. مع السلامة. يعني زي ما سمعت مهندس حسام صراحة هذه كانت قبلها لهم يوم توظيف في جدة وسمعونا أرقام جميلة شباب التوظيف عندكم واليوم في أبها وما زالوا يطربون بالأرقام الجميلة وإن شاء الله مستمرين في مكة وبعدها في الشرقية والرياض. أنا فخورة فيهم فأكيد أنت فخور بهذا التيم يعطيهم العافية يا ربي. أنا حابة أوقف كمان معاك على المبادرة الوزير العمل اليوم. إحنا خلال الفترة الماضية شفنا بصراحة مواقف جميلة وتطورات حلوة من وزارة العمل أصبحت ملزمة لكل الشركات بتوظيف السعوديين ومطرقة السعودة عليهم. ما صار في مجال لرفض السعودي من قبل الشركة، صارت فعلا الشركة تدور على السعودي زي ما احنا شايفين. يعني النهدي بيروح أبها وبيروح مكة وبيروح كل مكان وبنعمل هذه أيام التوظيف بس حتى يوصل للشاب السعودي ويستقطبه ويوظفه. هذه كلها خلينا نكون صادقين بدعم من وزارة العمل ومن قوانينها الجديدة، سواء الرسوم اللي فرضت، سواء عدد السعودة والنطاقات الأخضر والأحمر والأصفر وهذه الأشياء، كلها صبت في النهاية بمصلحة العطالة والبطالة وساعدت ودعمت كثير توظيف الشباب السعودي. والأجمل هي مبادرتهم اليوم اللي يا ريت تعطينا عنها فكرة. أكيد. أنا بس أبغى أنوه لشيء إنه النهدي قبل 4 سنوات وهي بتحاول أنها تستقطب الكوادر السعودية. لكن استقطاب الكوادر كان يحتاج أنه النهدي طبعاً أنها تعيد استراتيجيات الشركة بالكامل. فالحمد لله يعني طورنا البنية التحتية حق الشركة من ناحية قطاع الإمداد حتى تستوعب بالضبط السلم الوظيفي. أكيد. المستقبل الوظيفي أسسنا إدارة اسمها التطوير المنظومي، إدارة الاستقطاب اللي برأسها طبعاً الأخ طلال الله يجزاه خير ما شاء الله مبدع معنا في الشركة. أيوة فعلاً حقيقي. وطبعاً الحمد لله يعني قدرنا خلال ال4 سنوات اللي فاتت أنه نحسن في البنية التحتية حق الشركة. وللمعلومية قللنا ما يقارب 50% من العمالة متدنية الأجور وقدرنا نرفع الحمد لله ونستحدث وظائف جديدة فعلا يتمنى الشاب السعودي أن يعمل فيها. فنقدر نقول أنه الحمد لله احنا من قبل نطاقات ومن قبل الاستراتيجيات والشركة الحمد لله في قلب استراتيجياتها كان موضوع التوطين ما شاء الله. لأنه الشركة متواجدة في 76 مدينة حولين المملكة. أنتوا كنتوا متوجهين هذا التوجه أصلا؟ متوجهين من البداية ومؤمنين أنه طبعا أنه في مبدأ اللي هو الاعتماد المتبادل والمنفعة المتبادلة بين الشركة وبين المجتمع اللي نخدمه. صحيح. فالحمد لله احنا اليوم نقف على النتائج استراتيجية يعني الحمد لله تبنتها من مجلس الإدارة إلى جميع الموظفين. وزي ما شفتي ما شاء الله الأخ أبي الله يعطيه العافية بيتكلم بنفس روح الشركة وبنفس ربطها وطموحها. فالحمد لله قدرنا نبث الروح هذا على مستوى الشركة. بالنسبة للمبادرة اليوم احنا اليوم بنكرم الشباب والشابات السعوديين اللي الحمد لله انضموا للشركة خلال عام 2012. احنا طبعا وظفنا 330 شاب وشابة وننوي إن شاء الله بنهاية عام 2013 أن نوظف 1000 شاب سعودي
وشابة بإذن الله في جميع قطاعات الشركة. ما شاء الله تبارك. واليوم هو تكريم الحقيقة للشباب، ولله الحمد المهندس عادل فقيه حيكون متواجد أيضا لتكريم الشركة وتكريم الطلاب المستجدين معنا في العمل، ويوجه لهم طبعا كلمات تحفيزية. وأيضا الأخ نائب المدير صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور النجيدي حيكون متواجد، وطبعا مجلس الإدارة حيكون متواجد، وكلنا متواجدين كإدارة تنفيذية، وفي شركات شقيقة أيضا دعيناها أيضا نعتبرهم هم شركائنا في النجاح. ما شاء الله. فاليوم المبادرة هذه تهدف بالمقام الأول، المقام الأول تحفيز وشكر للشباب على انضمامهم للنهدي، احنا نتشرف فيهم. وشيء ثاني نحفز الحضور على تبني مبادرات مماثلة، لأنه بالنسبة لنا التوطين ما هو ديباجة إعلامية، التوطين جزء لا يتجزأ من كياننا، واجب علينا. ما واجب. ذكرت لي اسم المبادرة إيش؟ أيوة المبادرة اسمها طبعا الاسم هذا من صندوق تنمية الموارد البشرية، اللي هو أنا توظفت عقبالك. هنعرض في قصة موظفين في النهدي، إيش المعاناة اللي واجهوها وكيف قدروا يتغلبوا على كل مسببات الإحباط، وانضمامهم للنهدي كيف أثر على حياتهم. فالرسالة اللي بيوصلوها للشباب اللي زيهم أنا توظفت عقبالك، وإن شاء الله حتشوف الرسائل هذه في اليوتيوب وفي الإعلام الاجتماعي بإذن الله. وإحنا اليوم إن شاء الله حنكون متواجدين معاكم في فندق ليلتي ونغطيها بإذن الله، وراح يعطونا سبيس إن شاء الله السلاطين في الاستوديو حقهم، ونطلع معاهم إن شاء الله من معاكم من الفندق إن شاء الله، ونغطي حضور الوزير، ونشكره فعلا على هذه المبادرة، لأنه بتشجع مو كل أحد يمكن يدور عطاء مادي، أحيانا يكون الشكر هو أبلغ وأعظم ومقدر ومثمن كثير، وعند الشركات من أي عطاء ثاني. فنشكره فعلا، هي شيء داعم ومحمس، ونشكركم أنتم بما أنكم الأوائل. يعني إن شاء الله حنرى بعدكم زي ما ذكرت حضرتك شركات أخرى تحذو حذوكم، بس بما أنكم الأوائل فحققتم ما شاء الله تبارك الله، يعطيكم العافية. أستاذ مهندس حسام، من كونك أنت لك خبرة في التنقل من التخصص إلى الدراسي إلى التخصص العملي، من كونك صاحب يوتيوب من إلى اللي هو، يا ريت نذكر كمان للشباب كيفية الوصول له، اللي ما سمع فيه أو ما شافه يستفيد منه، من خلال تجربتك هذه والمهندس حسام، يعطيني كلمة للشباب اللي أنت أدرى مني فيهم وعارف، وأنا شفت وأنت شفت جوانبهم الإيجابية والسلبية، إخفاقاتهم ونجاحاتهم، نعرف مميزاتهم ونعرف عيوبهم، قابلينهم بعيوبهم وبمميزاتهم، بس شوية الله يهديهم يتعبوا معانا شوية. احنا كلنا شباب دكتور، اللي يعني كلنا كو حتكلم عن نفسه، انا ماني معاكم. يعني احنا، انا يمكن ازعل من نفسي لما اقول هذا الكلام، طول عمرها كلمة شاب او شباب مرادفة للعنفوان وللعطاء وللحماس وللقوة، صارت بشكل او باخر تمحورت وتدورت وصارت سوري يعني كانها شتيمة، لما تقول شباب يعني كانك تقول يلا اعذروا، هذا عذروا. للأسف أنه تحورنا إلى هذا الشكل، إحنا أسأنا في حقهم، نحن قصرنا في حقهم كأهالي وكمسؤول في مواقع مسؤولية، كثير عوامل اجتمعت وأنتجت هذا النتاج. بس مع زي ما قلت، إحنا ما رح نيأس وملحوقة، وإن شاء الله تتصلح. مهندس حسام، كلمة منك للشباب. أنا أول شيء أقول اليأس هو أسوأ شيء ممكن يصيب الإنسان، وللأسف اليأس أعتبره مرض معدي. أول حاجة لا تحاوط نفسك بإنسان ما يشجعك، خليك دائما قريب من الصداقات اللي تشجعك على أنك تنجح. ما تتخيلوا قديش الصديق الوفي الطيب المنتج يقدر يأثر على شخصيتك. وأنا الحقيقة يعني أبغى أشكر واحد من أعز أصدقائي في الجامعة اللي فعلا ساعدني، اللي هو المهندس ياسر بهجت الله يجزاه خير، كان صديق قريب، وهو اللي علمني أنه ممكن أنك تطلع من مسار بس أنك تدرس، أنك تشتغل، أنك تنتج، أنك تجرب. فأول حاجة حاوط نفسك بالناس الناجحين، الناس اللي حفزوك وما يحبطوك، والإحباط من أسوأ الأمراض المعدية. أنا صحيح صحيح. رقم اثنين، شمر يدك واشتغل. لا تستحي من العمل. صحيح. لا اشتغل وظيفة تعبني، واحنا نقول الشغل مو عيب. لا الشغل ما هو عيب، الشغل ما هو عيب أبدا. وبتكلم من تجربة، أنا كنت أربط أسلاك، وكنت أشبك شبكات كمبيوتر، وكنت أسوي صيانة لأجهزة كمبيوتر، ما يمنع أبدا. بالعكس، لما تشتغل بيدك المستقبل حيساعدك أنك تدير وتكون قائد ممتاز وخش بالتفاصيل. والنقطة الثالثة، جرب. ما حتقدر تعرف المسار اللي تبغاه، ما تعرف أنت مبدع بإيش إلا جربته. إذا جربت، وإذا أنت اشتغلت في مجال أنت تحبه، حتبدع فيه وحتتميز فيه. وبعدها انت، هذه اعتقد هي الاسباب. هي، والله عز وجل عنده وعد انه لا يضيع اجر من احسن عمله. اكيد. فبالتالي اي انسان اذا قدر يركز على المسببات هذه، باذن الله موضوع الواسطه
والأشياء الثانية اللي الكثير من الشباب بيتكلموا فيها ما راح تكون مانع أمامهم بإذن الله. وتأكدوا يا شباب أنا ما بتكلم كلام نظري أبداً. أنا بتكلم كلام من تجربة ومن تجربة الكثير من الشباب اللي حولي. والله يوفقهم إن شاء الله وأتمنى لهم كل الخير. يعطيك ألف عافية مهندس حسام وشكرا لك ولكل جهودك المثمنة. ونلتقي اليوم إن شاء الله في ليلتي وفي ونحضر تكريمكم اللي هو فعلا تكريم لنا وإحنا سعيدين فيه وفخورين فيه. مستمعينا الكرام إن شاء الله نلتقي بكم اليوم مساء عبر استوديو السلاطين بمداخلة إن شاء الله وتغطية لحدث اليوم من فندق ليلتي من تكريم وزير العمل لشركة النهدي وتكريم الشباب الذي حصل على وظيفة وسعودة من قبل شركة النهدي. حتى ألقاكم مساء وثم ألقاكم إن شاء الله السبت القادم. ابقوا في رعاية الله.